سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع يوم أمس تابع فيه المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجه سيادته بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أجبال مصر الرقمية. كمان وجه سيادته بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أجبال مصر الرقمية، وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بجامعة مصر المعلوماتية إلى جانب الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما في ذلك التوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كافة ربوع الجمهورية. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث كتير، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والأكد فيه بدء الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي اللي وجه به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان القوات المسلحة نظمت دورة تدريبية لتأهيل المشاركات في بعثة حفظ السلام بأفريقيا الوسطى. خلينا نتابع. أخبار وأحداث كتيرة مهمة حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، واللي أكد فيه بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وضع رؤى ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر. وقال رئيس الوزراء إن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة وزيادة حجم الصادرات هتكون على رأس أولويات أجندة المؤتمر. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول الاستغناء عن أي من معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط. المركز قال إنه الكلام ده غير حقيقي ومفيش أي قرارات صدرت بهذا الشأن، وأكد على استمرار كل المعلمين سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى بوظائفهم دون استبعاد أي منهم. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول، نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية للعناصر النسائية اللي هتشارك ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، وده بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استقبل الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة. وخلال اللقاء أكد رئيس هيئة قناة السويس على الاهتمام الكبير اللي بتوليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.
كالعادة مصطفى، مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بتبقى مليانة بكتير من الأخبار اللي يعني ساعات بتثير القلق كده، يعني وقت احنا خلاص داخلين أيام قليلة داخلين على الدراسة تقوم على طول طالعة شائعة الاستغناء عن المدرسين اللي مش خريجين كليات التربية. وأعتقد أن ده خبر عاري تماما من الصحة، الوزارة بتدرس أوضاع المدرسين وبتدرس أنها تعمل تطوير كبير، فأكيد الخبر بعيد كل البعد. لفت للنظر أن مجلس الوزراء بيتعامل مع الامور دي على طول بمنتهى السرعه زي ما شفنا، ما استناش بقى يشوف الناس تسال وتبتدي تتكلم، على طول بيقدم النفي وبيقدم الحقائق يوميا، وده اعتقد بيساهم في ان المعلومه الحقيقيه كمان تنتشر. حاجه تانية اتكلمنا عنها، دور مصر وقواتها المسلحه في مشاركتها الدايمه في بعثات حفظ السلام. احنا يمكن من عام 1960 واحنا بنعمل بعثات، ومصر من اكبر 10 دول مشاركه في قوات حفظ السلام، وده طبعا نابع من دورها المحوري ومن دورها المسؤول تجاه الدول المحيطة بيها. وعشان كده يمكن احنا بنبقى تالت دولة في الدول الفرنكفونية ومن اول 10 دول والاولى عربيا اللي عندنا قوات حفظ السلام. يمكن بلغ عدد المشاركين من عندنا حوالي 3000 مشارك من قواتنا المسلحة في قوات حفظ السلام، وده لو كان بيتكلم عن أهمية السلام وحفظ السلام بالنسبة للدولة المصرية. مصطفى بالضبط كده زي ما قلت يا منة. خلينا نروح سريعا لجولة المحافظات. معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان أبرزها تسليم الدفعة الأولى من الأبار في قرى جنوب الشيخ زويد، وكمنها إطلاق المرحلة الأولى لحملة حقك تنظمي في محافظة الشرقية، وأخبار تانية كتير هنعرفها خلال التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من شمال سيناء اللي تم فيها تسليم الدفعة الأولى من الأبار اللي أجريت لها أعمال صيانة بقرى جنوب الشيخ زويد. في أسيوط تفقد المحافظ اللواء عصام سعد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط بطاقة استيعابية 60,000 متر مكعب يومياً. المحطة بتنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية حوالي 500 مليون جنيه. في المنوفية كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية منتخب الجامعة لكرة القدم لفوزه بكأس مصر للجامعات المصرية في البطولة اللي أقيمت بجامعة الإسكندرية بمشاركة 16 جامعة ونظمها الاتحاد الرياضي للجامعات. في المنيا أجرى المحافظ اللواء أسامة القاضي جولة تفقدية للمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، واللي بيقام على أرض محلك شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب المدينة بطريق مصر أسوان الزراعي. المشروع بيتضمن إنشاء 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية. في البحيرة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بتنظيم معرض ملابس بالمجان. المعرض بيستهدف توزيع الملابس المدرسية على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، ولحد دلوقتي تم توزيع 3000 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى النخلة البحرية والنخلة القبلية وأبو هواش ونجع الزغبات وعزبة الزياني والدراوية. في دمياط أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة إن مستشفيات محافظة دمياط قدمت خدمتها الطبية لأكثر من 336 ألف مواطن خلال شهر أغسطس اللي فات. في جنوب سيناء تم افتتاح المعرض السنوي لمستلزمات المدارس أهلاً مدارس بحديقة المنشية بمدينة طور سيناء. المعرض بيوفر سلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% ل 30%. في الشرقية أكد الدكتور خالد أحمد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي، واللي بتستهدف إدارات صحية بالمحافظة وهتستمر لمدة 5 أيام. في سوهاج تم وضع حجر الأساس لإنشاء طريقي المحور الشرقي والغربي بمدينة سقلتة بتكلفة 4,200,000 جنيه. المشروع ده بيربط الطريق السريع بالجانب الشرقي من مدينة سقلتة. واحد من مشكلاتنا الكبيرة مصطفى زيادة الغير مبررة في أعداد السكان وفي أعداد المواليد اللي
بتبلع أي نوع من أنواع التطوير اللي بيحصل، مش عارفين نحس بنتائج التطوير ده. أعتقد الوضع هيختلف خالص لو 2 أطفال أو 3 أطفال أصحاء منتفعين من الخدمات، غير لو 5 6 7 لا يتلقوا القدر الكافي من التعليم، لا يتلقوا الحد المناسب ليهم من الأكل المغذي. يمكن عشان كده المبادرات الرئاسية المختلفة اللي بتتكلم عن صحة المرأة وعن الصحة الإنجابية، من ضمنها يعني حقك تنظمي، دي مبادرة تنشيطية كمان، لأن كان في قبلها مبادرة أيامنا أحلى اللي انطلقت في أكثر من 12 محافظة من محافظاتنا، بتستهدف حوالي 6,300,000 سيدة بنكلمهم وبيوصلوا لهم الخدمات المختلفة، وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، المتابعة الصحية ليهم والأطفال. احنا كمان الفقرة امبارح اتكلمنا في القصة دي، وبالفعل انا متفق معاك ان في جهود فعلا حكومية كتير جدا فيما يتعلق بقصة تنظيم الأسرة، ربما ما كناش يعني نشطة زي اليومين دول، يعني فاهم انا عايز اقول، لان بالفعل احنا يا جماعه بنزيد 1,000,000 كل قد ايه، كل كام شهر، ده ما بيحصلش في اي حته، فعلا بتلتهم اي جهد للتنميه زي ما منى قالت.